تعاون قديم ولا بد ان يتطور اكثر ونفتح جميعا افاقا اوسع ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سيد. العديد الإنجازات الأخرى بين بلدينا. وأتمنى أن كانت هناك وزارة للأمور الخارجية. لأول مرة قبل دستور 1861 كانت هناك وزارة هدية السيد الرئيس إلى الأكاديمية. نعم. الفصل الأول الوزارة الخارجية أولى الخطط وتحتوي على وزارة العمالة ووزارة الأمور الخارجية. الأمور الخارجية. وكان لدينا وزير الخارجية في ذلك الوقت هو رفو. وامتدت مدة مسؤوليته لمدة طويلة وكان له أثر خاصة مع الإيطاليين ولم يكن من أصل تونسي ولكنه استقر بتونس. وإن شاء الله أمدكم بوثيقة أخرى تتعلق بترتيب النظام داخل وزارة الخارجية أو داخل ما سمي في ذلك الوقت بوزارة الأمور الخارجية. أردت هدية من الأرشيف الخاص في الواقع ولكنها معبرة جدا عن عمق التنظيم في تونس قبل الاستعمار ثم بعد ذلك أيضا كانت هناك دبلوماسية متطورة في فترة التحرير ولم تكن لدينا وزارة للخارجية والدبلوماسية التونسية انطلقت منذ نهاية القرن 19 وامتدت إلى حدود تحقيق الاستقلال وانبعاث وزارة الخارجية. في الواقع لم يكن تأسيسا لوزارة الخارجية ولكنها انبعثت بعد الاستقلال. هذا الدليل على عمق المؤسسات في تونس وقبل ما سمي بقانون الدولة ودستور 61. مرحبا بالسيد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية. شكرا جزيلا.
السلام عليكم. السلام سلام على السلام. أهلا وسهلا صاحبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طلب هذا لي ساعة مرورة من أجل تونس، من أجل سيادة تونس، ومن أجل ربط علاقات قوية مع أصدقائنا، وأنتم في أولين. هناك ليس من السهل ربما بعض الطلبة منهم كانوا بالكلية العلوم القانونية. بمثل هذه الإطارات وبمثل هذه العزيمة على تكوينهم التكوين الصحيح سنبني مستقبلا أفضل في علاقاتنا الخارجية، وسنبني بناء جديدا للعالم كله، لأننا سنساهم ونريد أن نساهم في العلاقات الدولية العالمية. نشوفوه من كل الأماكن، الحاجة معناتها اللي يمتاز بها الموقع هذا، على خاطر قعدنا معناتها في خممنا في عديد المواقع، لكن هذا الموقع اللي تم اختياره الموقع الممتاز. والسيدة ليليا الوادي هي اللي تبعت رئيسة المشروع في الإدارة العامة للبنية المدنية، وما تخرجش حتى جهد معناتها باش تقوم بالمتابعة هذه، يعني يتشاف من الأماكن الكل معناتها على وزارة الخارجية 1.2 كيلومتر يبتعد، يعني قريب لل أريد أن يتشاف من أماكن الكل، من العالم كله، من العالم الكل ان شاء الله. ان شاء الله معناتها باش يكون شايع على العالم الكل. الاكاديميه هي التمويل كان بهيبه من جمهوريه الصين الشعبيه بقيمه 80 مليون دينار، وميزانيه الدوله ساهمت 2.5 مليون دينار. بالنسبه للتهيئه الخارجيه للبسنة للربط بشبكات المستلزمين كانت على ميزانيه الدوله. مكتب الدراسات اللي قام بالدراسه هو مكتب دراسات صيني، وبالنسبه للتهيئه الخارجيه والكل ما هو مول على ميزانيه الدوله قام به مكتب دراسات تونسي، والمراقب الفني كيف تونسي. لكن ايضا لابد من ان تكون هناك مناطق خضراء. برد خضراء بطبيعة الحال هي حتى تزيد تونس خضراء. إن شاء الله إن شاء الله. والتهيئة الخارجية حتى معناتها توسكي تهيئة خارجية، نعم. وبسنا قمنا معناتها بأشغال لهنا، نعم. وإن شاء الله حتى في الخارج دائما هناك تكون الفضاءات المبنية محاطة بفضاءات خضراء. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني كما نشوفوا معناتها المبنى ذا فيه معناتها جناح اداري، اللي هو هذايا كله جناح اداري، فما هذايا جناح التدريس، بالنسبه للتدريس والتدريب هو الفضاء هذايا، الفضاء هذايا هو مخصص للمطاعم وكما شفنا شفتها قبيله، وهذايا مخصص للقاعات المؤتمرات. واكيد سوف تعقد مؤتمرات بطبيعه الحال، مؤتمرات دوليه، مؤتمرات دوليه، وثم لقاءات ومنتديات تجمع الدبلوماسيين من العالم كله، حتى تكون هذه الاكاديميه نقطه اشعاع للعالم كله. هذا الهدف نتاعها. هذه الاتفاقيات سيد الرئيس بين المعهد الدراسات والبحوث اللي جت بعد الأكاديمية و1997 كون 23 دفعة، وإحنا الدفعة اللي شرفت سيادتك باش هذه الدفعة 24، وهذوما المذكرات اللي تم انباهم من 2002 بين تونس وعدد من البلدان الشقيقة والصديقة. نعم. وكان في وقت من الأوقات كان في القرن 19 يتحدثون عن الدول الحبيبة. نعم. مراحل متعددة من تاريخ تونس. كتاب ابن خلدون وليس المقدمة فحسب، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المعروف المقدمة، ولكن الكتاب أكثر من المقدمة وفيه تاريخ، فضلا عن أنه أول علماء الاجتماع في العالم. هذا أشعار أهل الزمان. رقم رئيس أود أن أعرفكم الكتاب الرسمي الرئيس شي جين بينغ تحت اسم شي جين بينغ حول الحكم والإدارة.
تم بلورة الخبرات في حول استكشاف طرق تنموية ذات الخصائص الصينية. 实际上是给其他国家提供了一个走向现代化的一些新的选择和界限。مما وفر اختيارات واستفادات لدول أخرى لكيفية تسير طريق التحديث. التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها. 坚持并发展中国特色社会主义. حرب الصين بالنهضة العظيمة للأمة الصينية. ونحن نحلم أيضا وسنحقق هذا الحلم اللحظة العظيمة وللأمة كلها. لنبذل جهود مشتركة سمو الرئيس. تعميق الإصلاح على نحو شامل. لأن الإصلاح لا يمكن أن يكون إلا شاملا. بناء الصين التي يحكمها القانون ولديكم تاريخ عريق عريق ضارب في عمق القرون التي يحكمها القانون وأنا مهتم جدا بالتجربة الصينية في هذا المجال. 我们可以共共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 共
اليوم هو تأكيد لهذا التعاون معنا. هذا كتاب باللغة الفرنسية. الكتاب يتعلق بمجموعة من الاتفاقيات التي عقدتها تونس. مع دول أجنبية منذ القرون الماضية منذ القرن السادس عشر، ومن بين ما يلفت الانتباه في هذه الاتفاقيات التي عقدتها تونس في تلك الفترة أن في بداية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر أشير إلى تونس في تلك الفترة، لأن تونس كان يحكمها الديوان قبل العائلة الحسينية، وحتى مع بداية العائلة الحسينية الفرنسيون لم يعرفوا في ذلك الوقت الشكل النظامي في تونس. هذه الاتفاقية تعود إلى سنة 1720 باشا تونس الباي الديوان لاغا ديجانيسار ريتو دي رويوم فرون دوموندي باردون اتسترا ريتورتي كونكلو 20 جانفي 1920 par M. Dussault entre la France et la République de Tunis. جمهورية تونس. كانوا العاصمة. لا ليست تونس العاصمة. تونس. تونس. لا ريبوبليك دو تونس. لأنهم لم يعرفوا طبيعة شكل النظام. لا ريبوبليك دو تونس. وتحدث عن هذا أحمد ابن أبي الضياف في كتابه الإتحاف، وتحدث عن الملك الجمهوري. لم يجد مرادفا للجمهورية فتحدث عن الملك الجمهوري. وخير الدين باشا في كتابه أقوى من المسالك لم يكن يعلم الجمهورية، لم تدخل كلمة الجمهورية في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكان يتحدث عن الجمهورية باللغة الفرنسية الريبوبليك. ولكن هذه الاتفاقية في ثلاث مناسبات يشار إلى تونس بأنها جمهورية تونس. الريجونس الإيابة. في ثلاث مناسبات، وكان موقعا من حسين باي وعلي باي وحاج علي داي ومصر، ولكن جمهورية تونس.
هذه جملة إن شاء الله تضاف أيضا إلى المكتبة فضلا عن عديد الوثائق الأخرى، ومن بينها إن شاء الله وثيقة سوف أعدها وأهديها إلى هذه الأكاديمية تتعلق بترتيب وزارة الأمور الخارجية في سنة 1860. أيضا تجسيدا لل زيارة الوزير الأول الصيني إلى تونس سنة 64 شوان لاي بلاغ تونسي مستشار يتوج زيارة الرئيس شوان لاي إلى تونس. تونس والصين الشعبية تقرران التمثيل الدبلوماسي. تونس وبكين تساندان مساندة مطلقة الشعب الفلسطيني. العمل على صيانة السلم وحل قضية نزع السلاح. وكانت هذه الزيارة في تلك الفترة زيارة تاريخية تتعلق بتجسيم المبادئ التي تم الاتفاق عليها هنا شوان لاي مع كاتب الدولة للرئاسة في تلك الفترة. تونس والصين الشعبية تقرران التمثيل الدبلوماسي، وهذه كلمة السيد شوان لاي أثناء المأدبة التي أقامها على شرف فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة. هذه كلها أيضا هذه من جريدة العمل التي كانت تصدر في تلك الفترة. هي نفس الصور الرئيس بورقيبة والرئيس رئيس شوان لاي. وهناك أيضا عدد من الصور أرجو أن يتم أيضا تعليقها هنا بهذه الأكاديمية. مرحبا بالرئيس شوان لاي هنا على مدارج قصر قرطاج الرئيس بورقيبة وشوان لاي. وهذه جملة من الصور المتصلة بهذه تلك الزيارة التي تم أداؤها في تلك الفترة. لأن احنا اليوم على نفس الخط سيد رئيس. نعم على نفس الخط وعلى نفس المبادئ وعلى تطلع إلى أفق أكبر. أرست أساسا مدينة جيدا لعلاقات مدينة منذ 60 سنة منذ أكثر من 6 عقود، ونريد أن نفعل أكثر في ظرف زمني أوجز لأن إرادتنا قوية وثابتة ورسخة لنعمل معا ولنحقق إنجازات كبيرة معا. هذا دليل على عمق العلاقات ودليل أيضا على أننا نساند الشعب الفلسطيني ونساند السلم. هذا جملة الآن سوف نساند أيضا الشعب الفلسطيني. نعم هذه أيضا من جريدة لابريس الجريدة التي لا تزال تصدر اليوم شوان لاي اليوم في تونس. وشوان لاي كلها تتعلق بتاريخ تونس وهذه صورها. لا تونسي رسوا أجر شوان لاي وزير خارجية حين ذاك. لا شوان لاي كان رئيس الحكومة. هذا وزير خارجية شاني. وزير خارجي رئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجي. وفي الحقيقة هي سنر يعني جنرال. وهذا تذكر حول كل العلاقات في بدايتها هذه البرجيبة، وكان يريد أن يعمل على أن يكون التعاون مستمر على الانفتاح على الصين الشعبي. نعم نعم. فقل
isolation of China. 他们只谈了一天就达成了。 ثم توجه أيضا. يوم واحد فقط من المباحثات تم توافق على إقامة علاقات. نعم. على إقامة العلاقات الدبلوماسية في سنة 64. وهذه جملة من الصور المتعلقة بزيارته إلى عدد من المواقع في تونس. هذه أرشيف قيمة جدا. قيمة جدا. هذه هدية إليكم. بارك الله فيك. ولكن تعكس بالفعل هدية للسيد الوزير من طرف السيد الرئيس. شكرا جزيلا أخي الرئيس. ولكن إن شاء الله المكتبة تتوفر على جملة من الكتب الأخرى من بينها مثلا المجموعة الدروس الملقاة في الأكاديمية الدولية للقانون الدولي بلهاي فضلا عن عدد من العناوين والدوريات الأخرى المتصلة بالقانون الدولي والمتصلة بالعلاقات الدولية. أرجو في المرة القادمة أن نرى جملة من هذه العناوين لأنها بالفعل مفيدة للطلبة. ركي ديكور الأكاديمية انترناسيونال دولاي وعدد من الدوريات الأخرى. أيضا هناك عدد من الدوريات الأخرى المكتوبة باللغة العربية ويمكن أن نعمل أكثر في نطاق التعاون بين بلدينا بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية لترجمة جملة من الكتابات التي وجدت في الصين. الحمد لله هناك موجودة باللغة العربية ولكن يمكن أن نطورها أكثر. وفي كل مكان نحن نفتخر بأننا من تونس. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تشرفت هذا اليوم بتدشين مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس
وهو إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه لما سيكون له من بالغ الأثر على تكوين الدبلوماسيين لا في تونس فحسب بل في عديد الدول الأخرى. هذا فضلاً عن أن هذه الأكاديمية ستكون فضاءً لتنظيم الملتقيات والندوات العلمية وتبادل التجارب والخبرات، ومن دواعي الافتخار أيضاً وليست أقلها أن هذه المؤسسة هي تجسيد للتعاون المثمر والمستمر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية اللذين يحتفلان معا بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما التي يعود تاريخها ليوم 10 من شهر جانفي من سنة 64 و900 والف. ولأكثر من نصف قرن كان التعاون بين البلدين الصديقين متنوعا في جميع المجالات، في البنية التحتية وفي الصحة وفي الثقافة وفي الفلاحة وفي غيرها من المجالات الأخرى. وأننا على يقين من أننا بهذه الإرادة الثابتة والراسخة وبالتطلع المشترك لمزيد التعاون في شتى المجالات قادرون على فتح آفاق جديدة تأكيدا لإيماننا الذي نطق سمه بالمضي قدما إلى الأمام. فالمهم كما قال فيلسوف الصين القديمة كونفوشيوس أن لا نتوقف، وكما قال شاعرنا التونسي خالد الذكر أبو القاسم الشابي إننا نروم صعود الجبال، نروم معا صعودها ونتشوف معا أيضا أن تهب على العالم كله رياح أخر، رياح عدل وحرية وتعاون وسلام للإنسانية جمعاء دائم ومستمر. وشكرا لكم. الثالث من شهر رجب الأصب سنة 45 و400 والف، الخامس عشر من شهر جانفي من سنة 24 و2000. شكرا جزيلا لحضوركم شخصيا لمراسم افتتاحها لهذه الاكاديميه. وانا اشكركم بالحضور معنا. ويصادف هذا العام ذكرى 60 لاقامه علاقات دبلوماسيه، فلدى هذه الاكاديميه دلالات استثنائيه مهمه جدا. صداقه ويوارث الصداقه التقليديه بين البلدين. كما تفتح الدبلوماسيه تونسية صفحة جديدة. أنني أثق بأن تونس ستتطور في مجال الدبلوماسية تحت قيادتكم وتتزايد مكانة دولية لتونس باستمرار. النزال المصري سيقف أبدا إلى جانب تونس. شكرا. شكرا لكم. شكرا. أما كان خطر طريق الحرير إلى الصين، ولكن الحرير أيضا من الصين إلى تونس، من تونس إلى الصين، ومن تونس ومن بكين إلى تونس. هذا عنده تصور خاص على الخط العربي. وهناك لوحة فنية وضعها أحد الفنانين التونسيين المبدعين
كتب لوحة باللغة العربية لكن بالأحرف الصينية. حروف صينية قديمة، ولكن هو أبدع كيف وضع الحروف العربية بشكل صيني. وهذا الفنان الذي أشكره بالمناسبة ومن أفضل الخطاطين في تونس السيد عمر الجمل، لدي لوحات والأحرف العربية طوحها حتى تكون مشابهة للأحرف الصينية، وكتب بصفة عمودية.